فحبوب الكزبرة هي شوف هي خاوية، حبوب الكزبرة ملي كيشوفوها النساء فارغة خاوية ما فيها والو، خفيفة فيها غير القشور ليس فيها شيء، عجيبة. ولكن قوتها لا توجد في أي نبات، سبحان الله. قوة الكزبرة حبوب هذه لو كان الناس يعملوها في حساء الشعير، يعملوها مع الحريرة، ويعملوها مع شربة الخضر، ويعملوها مع الطبيخ، ملعقة كبيرة مع الطبيخ، طبيخ مع الخضر. ممكن تضيفها إلى الشاي؟ نعم، ممكن تشرب مع الشاي في قبل في المساء، في المساء تشرب مع الشاي ينام الشخص نوم جيد. نعم، وهذه الكزبرة هي تسوي جميع الهرمونات، والمشكل عند النساء الآن هو مشكل هرمونات، علينا بتناول الكزبرة هذه، حبوب يعني الكزبرة تسوي كل هرمون بما في ذلك الأنسولين. الناس اللي عندهم سكري لازم تكون الكزبرة والحلبة، علاش؟ لأن الحلبة فيها حمض الهيدروكسي لوسين، وهذا الحمض هذا هو البريكيرسور، هو اللي كتعدل منه الأنسولين. لذلك الحلبة هي الحلبة، النساء كلهم يتهمون الحلبة بأنها تزيد في وزن الجسم، لا، هي لا تزيد في وزن، هي تزيد في الامتصاص. نعم، لهذا أما الذي يزيد بالجوع. أما الذي يزيد في هو كمية الأكل. نعم، يعني طبعا لما كيزيد الامتصاص، ملي الامتصاص ينتقل من 60% ل 90%، يولي كل ما أكله الشخص كي يمتصه طبعا كيزيد الوزن. أما الحلبة ما فيها لا بروتينات ولا سكريات ولا دهنيات. الحلبة فيها الجالاكتومانان، وفيها هذا الحمض هيدروكسيلوسيك، وفيها هذا الجلوكوز توليرانس فاكتور، هو كتسوي الجلوكوز توليرانس فاكتور عند أصحاب السكري. ولذلك الحلبة والكزبرة هذه ماشي غادي الناس نعطيوهم مصفى يدق الحلبة والكزبرة، لا، الحلبة والكزبرة تكون في النظام الغذائي ديال المصابين بالسكري، وتكون في النظام الغذائي ديال جميع الناس. نعم، يعني بالنسبة للنساء يعني غادي تسوي الهرمونات، بالنسبة للأطفال ما غادي يكونش عندهم نقص هرموني، يعني الجسم ديالهم ما كيكونش ديك الرعشة وديك البرودة، غادي الجسم ديالهم يسخن ويوليو مزيانين. ثم سبحان الله، واحد شيء جميل جدا هو أن الكزبرة عندها واحد بالنسبة للرياضيين، بالنسبة للرياضيين أن الكزبرة هذه تريح هذه العضلات، يعني لا تترك العضلات في عياء شديد، والرياضيين اللي كيحسوا بالحريق ديال العضلات هذه. نعم، بالألم. يعني ملي يكونوا لعبوا واحد المباراة ولا أجروا واحد رياضة عنيفة ولا كبيرة ولا لوقت طويل، نعم، كل من التنس، من كرة التنس حتى الكرة يعني القدم، نعم، يعني في المساء لازم يأخذوا شراب. نعم، لازم يأخذوا شراب في شاي ولا لويزا ولا اي شراب، كل الاشربه جيده. نعم، غير ما يكونش فيه سكر. نعم، هذا شراب يكون فيه هذه الكزبره، حبوب الكزبره، تكون ملعقه كبيره من الكزبره مطحونه، يعملوها مع هذا الشراب، نضيف اليها عسل. نعم، هي تقوم بترميم هذه العضلات، وخصوص هذه الضربات، يعني العضلات ملي كتتعرض للضربه ديال الحمض اللاكتيك، التحمض. نعم، وحمض اللاكتيك هو اللي كيعطينا الام تحريق في العضلات ملي كنخدموا كثير وملي كنعياو. نعم، علاش الانسان كيقول لك عيت انه ما بقاش العضله ديالو، ما بقاش تيتانوس، ما بقاش يعني ما بقاش كتنقابض مزيان، ما بقاش يخدم. ثانيا كيولي يحس بواحد الحريق لداخل هذاك حمض اللاكتيك، علاش؟ لان الاستقلاب او الميتابوليزم ديال العضلات هو ميتابوليزم يعني ايروبي. نعم، يعني هو خصو اكسجين. ملي كيكون الشخص يعني قام بواحد مجهود كبير لدرجه ان قوه العضله فاتت القوه ديال ادخال الاكسجين، كيوقع هذا المشكل هذا. نعم، فحبوب الكزبره ما شاء الله هي من التوابل الجيده، وحتى المغاربه كانوا يضيفونها، النساء من قبل كانوا كيضيفوها للخبز. نعم، فعلا. فانا اوصي النساء باش يبقاو يعملوها مع الخبز. انا كنت يعني طقس واحد الخبز فيه هذه الكزبره. نعم، مع الكمون. الكزبره والكمون والكركم هذو كانوا كيضيفوها للنساء الخبز، والزنجلان وزريعه الكتان هذو كلهم كانوا كيضيفوهم للخبز. الكزبره يعني حبوب فارغه، ليس فيها بروتينات ولا فيها دهون، ليس فيها بروتينات ولا سعر حراري ولا سكريات ولا شيء، فيها صفر كالوري. ففيها الياف خشبيه، وهذه الالياف الخشبيه هي فيتوستروجينات، فيها نسبه كبيره من الليجنانات، والليجنانات هي جيده للنساء. لماذا؟ لان الليجنان هو الذي يكبح سرطان الثدي. ثم فيها هذه المحفزات كما تفضلتي في المقدمه، هي تحفز انتاج الانسولين، لا، تحفز جميع الهرمونات، ليس الانسولين فقط، تحفز جميع الهرمونات. ولذلك كانت المراه اللي كتولد في المغرب لما تضع الحامل في المغرب، هذه معروفه. نعم، ومعروفه في البلدان الافريقيه الشماليه، في تونس والمغرب والجزائر، يعني كذلك، يعني الجزائر وتونس كذلك عندهم نفس هذا. حتى في ليبيا انا سالت بعض الناس، حتى في ليبيا يعملون هذه، كانوا يعمل هذه المراه، كانوا يطبخوا يعني يوجدوا لها واحد الوجبه فيها الحلبه والعدس والكزبره، حبوب الكزبره، لان المراه لما تضع هي تكون انهت يعني هذه مده الحمل. ثم يجب ان تستعيد ما ضاع من الحديد،
ويجب أن تضبط هرمونات باش تبدأ الدورة الشهرية. كي إذا تبدأ الدورة الشهرية عند هذه المرأة في أقرب وقت وتكون مضبوطة ليس فيها يعني أكيد. سبحان الله هذا يعني علم دون أن يتعلموا شيء. نعم لأن الله علم الإنسان كيف يعيش ولا يتفضل علينا أي شيء أي أحد. هذه حبوب الكزبرة هي من التوابل القوية وهي ضرورية جدا، ضرورية خصوص في عصرنا الحاضر. الألياف الخشبية الموجودة في الكزبرة هي تريح الجهاز الهضمي، تريح القولون وهي تشد هذه الصفراء. لماذا هي تخفض الكوليسترول؟ لأنها تشد الصفراء في الأمعاء فلا تتركها تعود إلى المرارة. طبعا هذه الأنترو إيباتيك سيركوليشن اللي كان نعرفه إحنا، أن الصفراء المرارة تعود إلى المرارة. لكن لما لا تعود فالكبد يأخذ كوليسترول ويصنع منه هذه الصفراء، يعني يضطر يعني يكسر هذا الكوليسترول كي يصنع منه صفراء المرارة. صفراء المرارة هي في الأملاح الصفراوية أو الأملاح اللي معروفة هي هذا اللي هي الحمض الديزوكسيكوليك أسيد. والديزوكسيكوليك أسيد هو المعروف اللي كين هو المكون هذا. والغريب أن الديوكسيكوليك أسيد هو يذيب حصى المرارة، هو مذيب لحصى المرارة، وأنه الآن يتناول كدواء لإذابة هذه الحصى من المرارة. فيه شيء من النحاس، في شيء من الحديد، نعم، ولكن هذا ليس مهم، لأن المهم المكون الأساسي هو الفلافونويدات والزيوت الطيارة والبوليفينولات. بمعنى أن هذه الأشياء هذه قليل من يعلمها، يعني خصوص مكون الكامفيرول، والكامفيرول موجود في الكزبرة. غريب أن البحث أجرينا هناك بحث على الجراثيم وأنها تقضي على جرثوم حمى التيفويد. قناة نصائح وإرشادات مجانية. نعم سلمونيلا. وهي هذا الكزبرات يعني تقتل هذا الجرثوم، يعني بتركيز، يعني اللي كنسموه حنا سي ام اي، يعني المينيمال ان الام اي سي المينيمال انيبيتريس انيبيتوري كونسنتريشن. هذه الام اي سي هي كتكون منخفضه جدا في حبوب الكزبره. لما نعمل البحث في المختبر على هذه الجراثيم على السلمونيلا انتريكا ولا يعني علي الايكولاي، لما يكون البحث على الايكولاي هي الايكولاي تقريبا عندها يعني اصح من سلمونيلا يعني في المقاومه، ولكن اذا قضينا على الايكولاي ففي نفس الوقت نقول باننا نفس الشيء سيقضي على السلمونيلا. وتقريبا لماذا؟ لان السلمونيلا ليس بالسهل، يعني العزل السلمونيلا من الاغذيه ليس بالسهل، ليس بالامر سهل، ليس اي شخص يعزل السلمونيلا في الاغذيه. يعني هناك باحثين في فرنسا عملوا 25 سنه في المختبر ولم يعزلوا سلمونيلا واحده من الحليب. هذه الحبوب الكزبرة هي كما قلت هي تنكيه. لماذا؟ فتنكيه ماذا تنكي؟ لأن فيها زيوت طيارة، لأن فيها فلافونويدات وفيها أشياء هذه. الزيوت الطيارة هذه يعني الفولاتيل هذه هي المهمة في الكزبرة. كانوا النساء من اللي كيكون عندهم مشكل عند الطفل كانوا كيحرقوا هذا حبوب الكزبرة، كيحرقوا الطفل كيشم هذاك الدخان ديال الكزبرة ثم ينام. وكان عليه بعض الأشياء أن بعض النساء كانوا كيفسروا هذه بأنها تطرد الجن، وأن هذا الولد كيكون عنده جن لما يعني يشم رائحة الكزبرة فهذا ولا هو أمر علمي بحث. يعني لماذا؟ لأن هذه الزيوت الطيارة هي يستنشقها الطفل وهي تساعد الأطفال اللي عندهم ربو أو حساسية. فربما كهذيك في الوقت ما كانش النساء عارفين ولادهم واش عندهم ربو ولا حساسيه. ربما كان الطفل يكون عنده ربو والام لم تكن تعلم، فهذا الدخان لما هو بحال يعني بحال هذا البخاخ الذي يستعمل الان للحساسيه وللربو. نعم لما يشم هذه الزيوت الطياره، لما نحرق حبوب الكزبره ويشم هذه الزيوت الطياره، فهذا الطفل يشمها ثم يرتاح. يرتاح وينام فقط. وليس هنا طارد الجن ولا شيء، يعني بهذه الاشياء التي تدخل في إطار الشعوذة. فهذا أمر بسيط جدا، ونحن نقول أن الآن هناك أشخاص ربما عبر التقطير يحصلون على زيوت لهذه الكزبرة. وأنا ضد تقطير النباتات. أنا أقول ضد هذه الزيوت. لماذا؟ لأن لما نقطر نبات لنأخذ منه هذه الزيوت الطيارة، الزيوت الطيارة لا تتعدى 0.5 إلى 2.5%. يعني تصوري أن يعني كيس كبير من الزعتر، لا كيسين، كيسين من الزعتر أو ثلاث، تعطيك 2 لتر من الزيوت الطيارة. هذه الكمية كلها نحصل على 2 لتر. فلماذا نضيع هذه الأشياء؟ لماذا؟ لأن الألكالويدات
الالكالويدات والاشياء الدائبه في الماء والاشياء التي لا يعني ليست طياره يعني ناون فولاتيل، هذه لا توجد في الزيوت الطياره، بمعنى اننا ناخذ 30% من قوه هذا النبات 30% فقط، اما القوه تبقى في يعني في هذه الاشياء، لان الابحاث التي اجرينا على النبات كله وعلى مستخلص الماء على استخراج مكون بالماء يعني هذا الواتر اكستراكشن، ثم بعد المحاليل مثل الميثانول ومثل الايثانول ومثل الهيكسان، هذا يعني حتى التقطير يعني حتى الهيدروديستيليشن، نعم. يعني كنا نجد على ان النبات كله لما نستعمل نبات مسحوق يعني هو كله كان قوه الكبح لجراثيم في النبات اكبر من قوه الكبح في الزيوت الطياره وفي هذه المواد الاخرى يعني استخراجات الاخرى من هذا النبات، نعم. ولذلك فيجب ان لا نضيع هذه الاشياء. لماذا؟ لان كان هناك موضه في السبعينيات، كانت موضه في امريكا هو يعني عوض ما نستعمل النبات نقطره ثم نبيع هذه الزيوت في قوارير، والناس يجدون هذه أنها مركزة ثم أنها سهلة الاستعمال. هذه كانت موضة. لماذا؟ لأن كانوا ينهجون نهج صناعي، يجب أن أصنع هذا الشيء كي أزيد في الثمن. أنا زعتر في المغرب كان جوج دراهم 3 دراهم، ثم زيوت ما لا يمكن أن تباع ب3 دراهم، زيوت ما تباع يعني بربما تصل حتى 500 أو 600 درهم. أكيد. ولذلك فالصناعة غايتها أنها طبعا أنها تتمن، مش ليست تتمن، أن البلي فاليو يعني هذا الشيء سأقطره ثم أبيع هذا المنتوج، يباع منتوج صناعي طبعا أزيد في الثمن، أضرب الثمن في 500 أو 600 ضعف. ولكن المغاربة كانوا يستعملون النباتات، زعتر يشرب فقط، والحلبة توضع مع الأكل فقط، زريعة الكتان تؤكل فقط، برشاد يؤكل فقط، نعم. أما هاد الناس